انطلق نادي الفحيحيل الرياضي بحظوظ وافرة من أجل بلوغ الدور الثاني للبطولة العربية للأندية لكرة الطاولة في نسختها 30 بعد فوز اللاعب عبدالله المكيمي على منافسه من جمعية رفراف التونسية. أمس أول مباراة كان عندنا ضد نادي رفراف التونسي في افتتاح البطولة، الحمد لله فزنا في المباراة 3-1 بعد تألق من محمد اللبناني ومشعل الدعيج وأنا كذلك في المباراة. فريق رفراف فريق من أبطال تونس ومن أبطال العرب، يعني عندهم تاريخ قوي في البطولة، ولكن الحمد لله كنا في أول يوم أو إحنا المفاجأة الكبرى ولله الحمد. وبدوره فاز اللاعب محمد حميد من نادي الفحيحيل على منافسه من جمعية رفراف التونسية في مباراة أظهر فيها اللاعب مهارات فنية عالية. الحمد لله قدمت كتير مستوى جيد، ومبارح يعني ربحنا ماتش كتير مهم ضد تونس، وإن شاء الله بنكمل على هذا المستوى. كما فاز اللاعب جابر البلهان من نادي التضامن الرياضي في مباراته لحساب الدور التمهيدي على نادي الأدب الرياضي من ليبيا. لعبنا مع الفريق الليبي وفزنا والله الحمد 3-1 الحمد لله، إن شاء الله ناخذ المراكز الأولى بإذن الله إن شاء الله. وقد أشاد الفنيون بالمستوى الرفيع للفرق الكويتية في هذه البطولة وقدرتهم على المنافسة. فأتمنى تبقى الفرق الكويتية منافسة، لأنه هم يعني عندهم مدربين أجانب، عندهم لاعبين كفاء، عندهم إدارة ممتازة، يعني فالأمور متوفرة عندهم إضافة إلى معسكراتهم الخارجية الكثيرة، فهاي كلها مردود إيجابي للاتحاد الكويتي. تنظيم البطولة كان الحمد لله يعني من بدايته رائع، ونتمنى أن احنا نكون فريق يعني يشرف ديارتنا وباقي أندية الكويت، وأن احنا نكون من حسن حظ المنتخب، وأن احنا نكون منافسين مقاربين المستوى مع الأندية العربية. يذكر أن هذه البطولة تدور منافساتها بمشاركة 13 دولة عربية يمثلها 39 ناديا من بينها 4 أندية كويتية، وهي الفحيحيل والتضامن والساحل في صنف الرجال ونادي الفتاة في صنف السيدات.